المحليه اللي كانت تصفق لدى المهرجان وتطبل له عنها اصلا قالت تستحق التقريب وعن تصفاقها ما هم دابغين به ذو الناس. السمكيه اللي هي العمود الفقري لجهه الداخله وحدها تنتج ما يقارب اكثر من 68% من المخزون الوطني. الداخله فيها المفارقات العجيبه الاولى في تصدير الثروات الطبيعيه. الداخله تغطي والله تدعم الخزينه في الرباط مليارين و300 مليون دولار سنويا. الفوسفات كذلك يدعم الخزينه في الرباط ب 400 مليون دولار سنويا. هذه رانا قلنا لا الثروه السمكيه والفوسفات، ما نتكلموا عن الطاقات الثانيه اللي في الجهه، الطاقات اللي هي الثروات الفلاحيه والثروات المعدنيه اللي في الصحاري.
عن اي تنميه قلنا نتكلموا. هون ما خالق الا النهب، كل والي وكل مسؤول يجي هون ما خالق يكون النهب. باننا في هذه الوقفه او بان هذه الوقفه هي تجسيد للباب الثاني للدستور، ما يكفله خصوصا الفصل 21 و22 و23 اللي يتحدث فيها الدستور عن السلامة الجسدية لكافة المواطنين وعن حق السلطات في الحفاظ على السلامة الجسدية لكافة المواطنين. كما أن الباب الثاني من الدستور يتحدث عن الحق في التشغيل، ولو أنه أضاف بالنسبة للدستور 2011 كلمة استحقاق، لكن يتحدث في مسألة يعني جدية الدولة في توفير الحق اللي هو حق الشغل. اليوم احنا قدام المندوبية الجهوية ما يسمى بحقوق الإنسان، هي تجسيد كذلك وقفتنا اليوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجسيد العهد الدولي بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.